بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا، حبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. كل واحد فينا عنده جهاز كمبيوتر في البيت أو عنده لابتوب، بيكون حريص جدا إنه يكون نظيف ويكون مرتب ويكون بحالة جيدة علشان يقعد معانا أطول فترة ممكنة ونقدر نستفيد منه الاستفادة الكبرى. عندنا النظافة بالنسبة للكمبيوتر أو الاعتداء به من الداخل ومن الخارج ممكن تعمل بعض الأمور اللي هي تأثير سلبي على الجهاز. في بعض الأمور اللي احنا بنعملها بشكل يومي بنتصرفها بنفتكر إنها صح، لكن للأسف بنلقاها غلط. كيف ممكن نستخدم الكمبيوتر من ناحية التنظيف ومن ناحية الصيانة بشكل جيد، وكيف ممكن نحد من الأمور السلبية اللي ممكن نتعامل بها مع هذا الجهاز؟ كلها أمور هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقتنا الليلة من بيت الهنا بصحبة أستاذ محمد أزهري، هو مختص في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وصل لاستوديو بيت الهنا استاذ محمد ازهري، وهو مختص في مجال نظم المعلومات الجغرافيه والاستشعار عن بعد. اهلا ومرحبا بك، وشرفتنا كثير في بيت الهنا. مرحبا. حلقتنا الليله بتتكلم عن مسببات الضرر او الضرر عموما للكمبيوتر، احنا كيف نقدر نعالجه. اول حاجه، مسببات الضرر بتكمن في شنو بالنسبه للحاسب الالي؟ أهم حاجة كهربته لازم تكون مستقرة، ولازم يكون يعني في مكان نظيف، يعني ما يدخل غبار وأتربة وحاجات، يعني أي حاجة بتدخل جوا الكمبيوتر في النهاية بتتراكم، وكل ما تزيد بعد ده بتعمل عازل للدائرات الإلكترونية داخل الحاسب وبتسبب الضرر. أيوة، يعني أهم حاجة النظافة. أهم حاجة النظافة. أيوة، والمكان، هل المكان البارد ضروري؟ يعني إذا اشتغل في مكان ما بارد مثلا ممكن يبوظ؟ طبعا طبعا، لازم يعني درجة الحرارة أقل حاجة مفروض تكون 15 درجة مئوية، وأعلى حاجة مفروض تكون 33 32، وفي السخانة اللي احنا فيها ده الجو المناسب. فالزول لازم يخط في جو مناسب، يعني في 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 أجهزة بتصنع خصيصا يعني زي السودان والدول الساخنة، لكن الزول برضو لازم يخده في مكان يكون درجة حرارته معتدلة، لأنه هو في النهاية كهرباء، يعني أسلاك الكهرباء والحياة دي زي ما عارفين السخانة ما بتنفع معها. لازم تكون المحلتة باردة، محلتة مغطية تمام. صحيح، صح كلامك. ده بالنسبة للهاردوير يعني، وفي حماية تانية بالنسبة للسوفتوير. السوفتوير هو الضرر ليه وشنو في الأول، بعدين نتكلم أنه نقدر كيف نحافظ على الجهاز. أيوة. بالنسبة للسوفتوير برضو الواحد يعمل حسابه، يعني الواحد ما ينقل أي برامج من أي زول، ما يعمل داونلود لأي فايل هو ما بيعرفه ولا ما عارف مصدره. يعني في الفيروسات كمان هي أخطر من الأعطال بتاعت الهاردوير، لأنه صحيح. كل ما يكون في فيروس جديد يعني نحن ما داري لنا فترة عشان نقدر نتعامل معه ونقدر نزيله من الجهاز. صح. فالجهاز لازم يكون في توافق بين الهاردوير والسوفتوير. صحيح. فمشاكل السوفتوير بتعطل الجهاز، ومشاكل الهاردوير برضو بتعطل الجهاز. فلازم نحويهم الاثنين في نفس الوقت يعني. صحيح. فإذا عرف السبب بطل العجب. نعم. عرفنا الأسباب، حابين نعرف إنه يعني كثرة البرامج اللي ممكن ندخلها، الناس بتكون متشوقة أو فرحانة حتى إذا كانت جايبة الكمبيوتر جديد مثلا، تدخل كمية من البرامج في الجهاز. المسألة دي ممكن تضر الجهاز الكمبيوتر؟ هي كثرة البرامج ما بتضر، لكن دائما الزول يعمل الحاجة المحتاج لها، يعني الزول ينزل البرامج اللي هو محتاج لها، البرامج اللي بيستخدمها دائما، البرامج الممكن يحتاج لها. لكن ما يعني مثلا تلقى في واحد عنده مشغل الفيديو 15 نوع، يعني دي حاجة كثيرة وما في لها داعي، يعني الزول دائما يكون عنده الحاجة المعقولة من البرامج والحاجة المعقولة من الـ من الـ من الـ البرامج اللي هو بيحتاج لها. يعني ما في برامج يعني جديدة بيسمع بها بدخلها، يعني هو ما بكون محتاج لها، لكن طبعاً بيسمع بأنه في شيء متطور جديد فبيعمله. هل بالضرورة أنه يمسح البرامج اللي هو ما محتاج لها أو يشيلها ويدخل الجديد، ولا هي بتتفق على حسب السعة برضو بتاعت الجهاز؟ برضو على حسب السعة، يعني في أشخاص أجهزتهم سعتها كبيرة بتستحمل عدد كبير من البرامج، لكن هو يلاحظ، يعني هو مثلا انت اللي نزلتي برنامج سنتين او سنه كامله ما استخدمتيه، تعرفي انك طوالي اخطأتي في انك انت عملتي داونلود او اشتريتي البرنامج المعين. جميل. اكيد احنا لما نتكلم عن المسببات عرفنا انه بعض الامور الضاره ممكن تدخل لجهاز الكمبيوتر، ونعرف كيف نعتني بهذا الجهاز علشان يقعد معنا اطول فتره ممكنه. في الاطار ده عندنا قصه مجهزينها لكم، تعالوا نتابعها مع بعض. تفضل استاذ محمد.
صديق الشيخ جامعة الرباط فرع أم درمان الدفعة الأولى علوم. الجهاز أول شيء بتكون من بور سبلاي، دي وحدة الطاقة اللي بتشغل عليه على الجهاز. بعدين بتجي اللوحة الأم المذر بورد، بيجي عليها الرامات والبروسيسور والهارد ديسك وكل الحاجات. أول شيء الجهاز لازم يكون إيه في حتة إيه ما فيهاش درجة حرارة عالية، عشان إيه بتبوظ البروسيسور. ده أهم حاجة في الجهاز، وتعتني به تنظفه بالبوفر والغبار وكده، وتغطيه وتقفله، مش تقفله بطريقة عشوائية وكده، تقفله واحدة واحدة عشان تضمن وكده. الاهتمام به بيكون زي ما قلت لك يعني، برضه تغير له ويندوز كله كام شهر، وانتي فايروس وحاجات زي دي. القطع الداخلية هتتنظف بالبوفر كله كام شهر، كله ثلاث شهور على حسب انت واستعماله ومكان ما موجود يعني. حتى نظيفة كده وحسب استعمال الشخص يعني. بالنسبة للعناية بقطع الكمبيوتر الداخلية، البور سبلاي دي وحدة الطاقة، فمش محتاج انها تبوظ يعني، غير النظافة كله فترة. الهارد ديسك برضه بتطلع الداتا بتاعته وتنظفها، وتنظف الهارد ديسك وتركبها. تعرف انه باظ ايه؟ اذا اللوجيك اللي بره في طبقة كده تكون انتهت كده الهارد ديسك خلاص. المشكلة إذا في فايروس تجيب له أنتي فايروس تفرمت البارتيشنات كده. أفضل برامج الأنتي فايروس الأفييرا والكابروس. أما الرامات فلازم السن بتاعتها تحت تتنظف، لو دي أهم حاجة. كرت الشاشة كرت الشوط يعني لو باظ بيصرع الشاشة. القطعة اللي ممكن تبوظ بسرعة الداتا كيبل اللي بوصل بين البوردة والهارد ديسك والرامات وكرت الصوت. أهم قطعة في الجهاز لازم نعتني بيها البروسيسور، لأنها قطعة حساسة وغالية، وأساس الكمبيوتر ده المعالج بتاع الكمبيوتر. أسلوب المستخدم هو الذي يحدد عمر الإكسسوار أو القطع الغيار. فإذا أسلوبك أنت وحش فأكيد هتنتهي ما تعديش 3-4 شهور. فإذا أسلوبك راي كنتش معك العمر كله ولا أكيد. لما نعرف المشاكل الموجودة في الكمبيوتر من السهل أنه نعتني بها ببعض الطرق زي ما احنا شفنا من شوية أستاذ محمد. قبل شوية كنا نتكلم عن البرامج بأنه كثرة البرامج ممكن تأثر على السعة بتاعتها، فممكن بنوع ما نضر الجهاز الكمبيوتر حتى لو ما كان يعني فيه مشاكل. بس يعني هل البرامج الكثيرة اللي احنا ممكن نضعها ممكن تأثر بشكل سلبي على الجهاز؟ يعني هل في برامج مثلا يكون سعته عالية بصورة كبيرة جدا يعمل على تخريب الجهاز مرة واحدة؟ برامج عادية أو برامج متخصصة؟ إحنا ما عندنا معلومة عن السعة حتى نقوم ندخل. هو كتلت البرامج ما بتخرب الجهاز، لكن ممكن تبطئ السرعة بتاعت الجهاز. اللودينج بتاع أي حاجة يأخذ زمن طويل، غلغ الجهاز وفتح الجهاز يأخذ زمن أطول. جميل. استخدام القطع الجديدة هل ممكن برضو يعمل على نوعا ما إنه يبوظ حاجة من الجهاز أو ما يعني ما يشتغل مثلا؟ هو على حسب دائما يعني أي قطعة في الجهاز. يعني أنت لما تشتري حاسب جديد بتعرف يعني هل الذاكرة بتاعته مفروض تكون كم أعلى حاجة، البروسيسور بتاعه مفروض يكون كم أعلى حاجة، ونوعه شنو اللي أنت بتركبيه لو داير تغيري لازم تكوني عارفة الحاجات دي. لما تركبي يعني ما ممكن تشتري تغيري البروسيسور حقك بواحد المذر بورد الأم زادت تكون ما بتستحمل. صحيح. لازم تكوني عارفة يعني إمكانيات جهازك، ونحن ممكن نطوره لحد شنو في الأول حتى بعد ذاك نجيب قطعة جديدة. جميل. الاعتناء بجهاز الكمبيوتر، حابين نتكلم عن الفكرة دي بأنه كيف بنقدر نعتني به في الأول قبل ما يظهر فيه أو تظهر فيه مشكلة. هو طبعا يعني في حاجات كثيرة الناس ما بيعرفوا، يعني مثلا غلق الجهاز وفتح الجهاز. يعني الواحد يقول لك اشتغلت في الجهاز ساعة وقفلته عشان ما يبوظ. فمن الأفضل أنه الجهاز يكون شغال. والله من الأفضل أنه الجهاز يكون شغال. أيوه. ما دام الكهرباء مستغره وعندك منظم للكهرباء، يعني لازم الكهرباء بتاعتك تكون مستغره ويكون عندك منظم للكهرباء، خاصه اذا في ناس عندهم مشكله في الكهرباء بانها بتجي فولت عالي ومره طوطه. ايوه بيزيد وبتنقص. لازم يكون في منظم، ولازم يكون في مخزن بتاع USB ولا UPS بيقوم يديك كهرباء زايده. يعني بمجرد ما الكهرباء قطعت يشغل لك الجهاز لفتره أطول شوية. أيوة لفترة لحد ما أنت تقدر تقفلي. أيوة تعمل سيفينج وتقفل حاجاتك.
فالكهرباء مهمة جدا، زيادة الكهرباء ونقصان الكهرباء ده من أكبر الأسباب اللي بتبوظ الكمبيوتر بتاعك. وتاني حاجة جو المحيط، يعني في مواد كثيرة يعني الموية، في واحد تلقي بيشرب الشاي وهو شغال في الجهاز بيكشح الشاي مثلا، يعني أو اللبن أو الموية حتى السجاير، أيوة في 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 مخلفات كثيرة بتبوظ الجهاز وبتأدي لتعطيله. يعني الزول دائما يعمل حسابه ما يخد حاجات سائلة، كل الحياة السائلة طبعا ضارة بالدائرات الإلكترونية في الحاسب، وكل الأتربة وحتى الأدوات الكهربائية، يعني أي أداة كهربائية بتنتج طاقة كهرومغناطيسية بتأثر على الجهاز وبتأدي يعني أعطال في الهاردوير بتاعت الجهاز. فالواحد دائما يعني مثلا من خط راديو جنب الجهاز أو بعض الحاجات لها علاقة بالأشعة، يعني زي المكوى والحياة اللي بتنتج أشعة كهرومغناطيسية. أيوة. يعني الراديو، جهاز الراديو ده، الموبايلات في أنواع بتنتج أشعة كهرومغناطيسية، كل الأجهزة اللي بتنتج نبعدة حتى المغناطيس العادي. يعني في المكاتب بتلقي مثلا الدبابيس والحياة زي دي مخطوطة في علبة فيها مغناطيس عشان يمسكها، ده طوال ممكن تضر؟ ده أيوة ممكن تضر. يعني كل ما زادت الأشعة الكهرومغناطيسية كل ما أدت لتفاعلات، يعني الأشعة الكهرومغناطيسية دي طبعا بتتداخل مع الدائرات الإلكترونية الكهربية الموجودة داخل الجهاز. أيوة نعم، أكيد من خلال المعلومة دي في برضو ناتج معلومات جديدة هنكتشفها إن شاء الله، بس فاصل قصير ونكمل حوارنا، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا، بنتواصل معاكم وكيف نعتني باجهزه الكمبيوتر داخل منازلنا. نتواصل معاكم مع استاذ محمد اسهري، اهلا بك مره ثانيه. مرحبا بك. هل في حاجات معينه ممكن نشتريها او حاجات معينه ممكن نقتنيها علشان تحافظ لنا على جهاز الكمبيوتر؟ الكمبيوتر عنده في منظفات من الخارج ومنظفات من الداخل. يعني المنظفات من الخارج دي طبعا سهلة، هي الواحد لو مشى لأقرب محل بتاع كمبيوترات بدون منظفات هي كلها في شكل سبراي، بتنظف فيها الشاشة وبتنظف فيها الكيس من برا وبشكلها بيكون جميل. يعني قطعة بموية ما بتنفع مثلا؟ لا ما بتنفع، سؤال ما ينظف بموية. ما هي في النهاية أي سائل بيدخل لجوه، احنا اي واحده ممكن تقول لك والله على الناشف كده يعني الكيبورد مثلا. لا لا لا، زول لازم يجيب منظف من محلات الكمبيوتر ينظف الجهاز من الخارج. بقطعه برضه ولا بس هو مجرد انه يرشها بال، هو عنده قطعته المخصصه وعنده السبراي بتاعه المخصص، يعني ما بتحتاج انت مما تمشي تشتريه وبدوك قطعته بتاعته المخصصه. دي بتكون خاصه بالكيبورد والشاشه ولا عموما كله؟ بالكيبورد والشاشه والكيس بالخارج. ايوه، الشاشه عندها مرات منظفات خاصه وعندها قطع خاصه، لكن عموما الكيبورد والكيس هم منظفات نفس الحاجة، يعني ما بيتغير. جميل. في ناس بتجيب اللي هي أو حتى لما يشتروا الكمبيوتر بيحاولوا إنه يخلوا الكيس الخارجي اللي هو أيوة بخلوه قاعد زي ما هو علشان يقولوا الترار ما يدخل، هل دي عملية صحيحة ولا ممكن تضر؟ ما صحيحة. يعني هي الانتضاص ده الزول لازم يخده والجهاز قافل. لانه في نوع بيقفل لك الجهاز من، حتى لو شفت الكيس من وراء عنده مروحه التبريد دي، صحيح. اي في نوع بيكون حتى المروحه دي قافله. فلازم الواحد يتاكد لو الكيس بتاعه ده مغطي المروحه، معناه هو لازم الجهاز لو شغال لازم الكيس ده يكون منزوع. لكن لو كان محل المروحه فاتح ممكن يغطي به الجهاز. لكن المفضل انه لما يكون الجهاز شغال انت ما تغطيه بالانتي دست، بعد ما تقفل الجهاز بعد ذاك تغطيه. والكيبورد كيف؟ الكيبورد ده مختلف تماما. الكيبورد لانه دائما اي حاجه، يعني النسوان دائما بيعرفوا الحتات اللي فيها فتحات ودائما بتمسك الغبار كثير. أيوة. يعني الكيبورد انت لو غطيتيه ممكن شويه تحافظي على نظافته، لكن تغطيه بكيس معين، يعني في اكياس كثيره، في اكياس تلقيها كبيره كده بتغير لك شكل الكيبورد، وبعدين حتى التعامل معاه بيبقى صعب. ايوه بيبقى صعب، لكن في نوع جديد كده بيكون على قدر الكيبورد. ايوه يعني بيجي زي التلبيسه كده. زي التلبيسه. وبيستعملوا الكيس اللي هو الاصلي الجاف الكرتونه. لا يعني لا ده ما بينفع. ده ما بينفع. جميل، لانه في ناس بتمشي تشوف الكراتين مخصوص عشان تلمها وتاخذها. طيب يعني كيف بنقدر نعتني ده من الخارج طبعا؟ أيوة. اعتنائنا بالكمبيوتر من الداخل كيف؟ من الداخل في حاجتين
اللي هما الغبار والمترسبات الثانية غير الغبار. يعني انت لما تفتح الجهاز هو من المفضل انه كل 6 شهور الزول يفتح الجهاز بيجو يفتح الكيس يعين الغبار ده حيلقاه في بلد زي طبعا السودان طبعا. الغبار بتاعه دائم يعني حيلقى غبار او حتى بعد الفترة بتاعت الخريف يعني كمان ايوه بالذات بيزيد. وفي ثاني الغبار ذاته يعني لو لقى يعني قطرات ماء لو في رطوبة مع الغبار فبتلقي الغبار زي عمل زي طبقة ناشفة كده صحيح. فالزول يستخدم دائما يعني عندنا الناس زمان يقول لك تمشي لبتاع البنشر ينفخ لك الجهاز ده ينظفه لك من الغبار. لكن في الهوفر وفي البلاور ديل في واحد بينفخ الغبار وفي واحد بيسحبه ممكن الواحد يجيبهم ويسحبهم حتى الطبقات الثقيله دي ممكن يسحبه يعني عادي ما بتسبب مشاكل لا ما بتسبب لكن الواحد من الضروري انه كل 6 شهور على الاقل يعني يفتح الجهاز وينظفه من الغبار ومن الحياة العالقة دي. يعني في اللي هي المروحة أنا على قدر ما فهمت إنها حاجة خاصة ممكن تكون في بعض الناس اللي بيستعملوا الاستشوار العادي بتاع السيدات في إنه يطرد هذا الغبار من الداخل. هو أي حاجة بتزح الهواء هي ما فارقة يعني. بزح التراب ما في مشكلة. أيوة يعني ما فيها مشكلة زي ما قلنا البنشر داسي هو بينظف لك. طب يعني مشكلته شنو طيب إنه؟ بزح لكن في يعني زي الهواء بتاع البنشر ده قوي. صحيح. ممكن يعني تكون عندك حاجة بسيطة دائرة كهربية سيليكا راخي شوية ممكن تفصل تطلع لك حاجة وانت ما تشعري بها ولا تعرفيها. صح كلامك. فهتبقى مشكلة في انه احنا بدل ما نفيد الجهاز ممكن نكون خسرنا طبعا فيه حاجة تانية او فصلنا. يعني خلينا نقول انه الجهاز الكمبيوتر كجهاز كبير كده احنا بنقدر نتعامل معه بطريقه اللي قلناها. اللابتوب حاجه صغيرونه جدا وفي بعض اللابتوبات بيقول لك ما تفتح خالص الا بيد متخصص. كيف ممكن نعتني به اللابتوب؟ طبعا ما في طريقه زول ما ممكن يفتحه نهائيا والشخص العادي ما بيقدر يفتحه اساسا لانه في عدد كبير من المسامير وفي زوايا كثير يعني لازم تفتحيه بطريقه معينه. اللابتوب اصلا الزول بيستخدمه يعني استخدام الشخص له اهم حاجه في الاعتناء به ووضع الشخص لللابتوب. يعني اللابتوب دائما لو لاحظت عنده شنطه مقفوله وشنطه جميله ومكانه الزول اللي بيشتغل فيه يعني اللابتوب حتى الزول اللي بيشتغل في الخلا يعني ما بيقعد في التراب ويخته كده لازم لما يقعد قاعده صحيحه ويخته في مكان ما فيه غبار. الشخص ذات نفسه هو اللي بيحافظ على اللابتوب. صحيح. والطريقه بتاعت استخدام الشخص هي الطريقه اللي بحافظ بها الشخص على اللابتوب. صحيح. وليس المنظفات والحاجات زي دي. صحيح طبعا اللي هي حتى الزول اول ما يبدا يفتحه. الغريبه استاذ محمد يعني انا شخصيا لما اجي افتح اللابتوب الصباح بلقى فيه غبار مع انه مكفول ويعني بسوسته وبكله فانا ما عارفه بيدخل من وين. هل عمليه النظافه دائما بتكون في الاول دي هي عمليه صحيه انه ننظف بعد ذاك نبدا نشغل الجهاز الكمبيوتر؟ ايوه اي حاجه خارجيه عالقه انت ممكن تنظفيها ما في اي مشكله. حتى لو كان في الكيبورد او في الشاشه؟ الكيبورد هو في اللابتوب يعني انت بتقدر تطلع الغبار دائما انت تمسحي اللابتوب فيه اتجاهين من الـ من الـ من الخطوط اتجاه طولي واتجاه راسي. صح. الاتجاه الطولي دائما اطول من الاتجاه الراسي. افقي وراسي يعني هاي افقي وراسي الاتجاه الاتجاه الافقي ده طويل فلما تيجي تنظف الغبار بس حاولي ما تنظفيه في اتجاه الخط الطويل عشان ما لانه بيمسك اكثر تنظفيه بالاتجاه المعاكس والغبار اللي بينزل هو بينزل في النهايه لكن عدده بيكون اقل من التنظيف بالاتجاه ايوه ده طريقه سليمه بانه احنا نستعمل العكس في التنظيف. أيوة. هو بينظف اسرع واحسن. نعم. وبالجنبات طبعا نظافته سهله جدا ما فيها مشكله من الفتحات حتى بتاعت السماعات وكذا. أيوة. بنحاول ننظفه بطريقه صحيحه. يعني خلينا نقول هل في عمر افتراضي لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب بعدها خلاص ما بينفع انه نعتني بهذا الجهاز او نعمل له عمليه صيانه وكذا؟ والله يعني كله بيعتمد على الاستخدام. يعني ممكن شخص تقول لك والله انا اللابتوب حقي ده له 5 سنين وشخص يقول لك والله له 8 شهور وباص. دائما الاستخدام طريقه الاستخدام والعنايه بتاعت الشخص هي اللي بتطول عمر الجهاز وهي اللي بتخلي الجهاز اداؤه افضل. اشكرك كثير استاذ محمد ازهري وانت مختص في مجال نظم المعلومات الجغرافيه والاستشعار عن بعد. اشكرك كثير واشكر حضورك. يعطيك العافيه بارك الله. نشكركم مشاهدينا وهنلاقيكم بعد شويه خليكم معنا. بيت الهنا. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه. قبل شويه كنا بنتكلم عن الاعتناء بالكمبيوتر، لازم نعتني ايضا بصحتنا. في مجال الاسعافات الاوليه عندنا نصيحه من دكتوره شذا، تعالوا نسمع مع بعض. الليله في حلقه الاسعافات الاوليه حنتكلم عن حاجتين وكيف بنتصرف فيهم. الحاجه الاولى حنتكلم عن الخلع وثاني حنتكلم عن الالتواء، والاثنين لهم علاقه بالعظام وبالمفاصل.
طيب نعرف الخلع هو شنو؟ الخلع هو خروج المفصل من مكانه الطبيعي، بيحصل كثير في الكتف، بيحصل في مفصل الركبة، بيحصل في المفصل بتاع القدم، بيطلع من مكانه الطبيعي نتيجة لأي مؤثر خارجي. ممكن زول يكون بيلعب كورة يشوت الكورة شديد تحرك المفصل من مكانه، زول يكون بيلعب باسكت أو أي حاجة يرفع يده لفوق يحرك المفصل بتاع الكتف من مكانه. كيف عارف إنه المفصل ده اتخلع؟ بيكون في ألم شديد في منطقة المفصل أو في المنطقة القريبة منه، برضو بيكون في عدم القدرة على تحريك الجزء المصاب، يعني الزول إذا كتفه اتخلع ما حيقدر يحرك يده، ما حيقدر يرفعه، حيكون في ألم جدا يزيد بالحركة. طيب تاني في تشوه في المفصل المصاب، يعني أنا لما أجي ألمس كتفي في شكل محدد أنا عارفه، لما يكون الحاجة دي فيها خلع بيكون الشكل غير الطبيعي اللي احنا عارفينه ومتعودين عليه، بيحصل تورم في المنطقة المصابة أو حوالينا. برضو الإزعافات الأولية اللي بنعملها شنو؟ نمرة واحد بنقعد الزور المصاب وبسند الجزء المصاب بحيث إنه أخدته مرتاح، يعني أخدته في الوضع الأكثر راحة للمصاب. الحاجة اللي بعدها بحاول أثبت الجزء المصاب، مثلا إذا كان الكتف، إذا كان عندي الحامل ده نرفع به واليد على أساس إنه الكتف هنا يكون مرتاح، أو إذا كان برضو المفصل هنا بتاع الكوع لما أرفعه بالحامل ده إذا عندي برضو حريح المفصل لحد ما نشوف التصرف الحقيقي من الطبيب شنو. بعد كده والحاجة مهمة جدا إنه ما أحاول إنه أرجع المفصل لمكانه. بسمع كثير إنه في زول بيقول لك كتفه وقع ورجعوا ليه، وبكرة تاني يقع ويرجعوا ليه. الترجيع ده غير سليم، الترجيع ده ممكن يتلف أعصاب أو أوعية دموية مهمة. التصرف السليم إنه نحركه بسرعة إلى المستشفى. طيب نمشي للحاجة الثانية اللي هي الالتواء. الالتواء هو تمزق في الأربطة والأنسجة حول المفصل، بيحصل كثير زول يكون ماشي ورجله تتلوي، بيحصل تمزق للأنسجة. طيب وأكثر حاجة بيحصل الالتواء في الكاحل عند المشي أو عند الجري أو لما تكون ماشي في حتة غير مستوي أو مسطحة، بيكون في ألم وضعف حول المفصل، بيكون في تورم. برضو بسند الجزء المصاب وأخذته على راحته وأثبته في الوضع بخفف الألم، يعني المصاب بحيث إنه أحسن مع حركة محددة أنا أثبت عليها، أكشف المفصل وممكن أخذ كيس بتاع تلج في الحتة اللي فيها الإصابة أو تلج أو ماء بارد عشان أخفف من التورم ومن التقدم ومن الألم. نخذ طبقة كثيفة من القطن ونثبتها، وأخذ أي دعامة وأربط المفصل وأرفع الجزء المصاب لأعلى، وبعد كده أشوف العون الطبي المناسب. إن شاء الله برضو تكونوا استفدتوا من الإزعافات الأولية دي ونطبقها إذا جانا مصاب بخلع أو التواء. نرجع تاني للإستوديو. بنشكرك أكيد دكتورة شيزة ونتمنى إن شاء الله الصحة والعافية للجميع. مشاهدين، الاعتناء بالكمبيوتر كان موضوع حلقتنا اليوم، عرفنا بعض الأمور اللي احنا أكيد هنتعامل بها بشكل علمي مع هذا الجهاز الحساس علشان نقدر إن شاء الله نستفيد منه أكبر استفادة. هنا أتشروق دوت تي في، إيميلنا للتواصل. نشوفكم بكرة على ألف خير ودعناكم الله. بيت الهنا.